السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم البهله بلديه باللوز وجلجلان. كتجي زوينه بزاف، لذيذه وهشيشه. المهم كتجي زوينه وناجحه. هي نتوما كما كتشوفوا فلاطه عاديه، راه كتجي مشققه ومحمره من برا ومن الداخل، ونتمنى انها تعجبكم. وندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبة للمقادير، أنا استعملت 250 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة استعملت لابريري. بالنسبة للسكر، هنا استعملت 125 غرام ديال السكر. تقدروا تستعملوا حتى 250. أنا جاتني شوية ماشي داك الحلاوة، جاتني بحال شوية مسوسة. أنا استعملت كما كتشوفوا زلافة مع عمراش، بحال بقى من ثلثين ديال الزلافة ديال الزيت. هنا عندي واحد زلافة هي مع عمراش ديال اللوز اللي محمر ومهرمش، كنطحنوش كاع، كنخليوه شويه مهرمش. وكذلك زلافه ديال الزنجبيل. بصراحه انا الزنجبيل اللوز ما عبرتش. المهم درت كاس بحال ديال العنبه جاي مقبب، وملي كنطحنوه اكيد راه كيتزاد. عندي جوج خمارات حمر وخباني وكاس ديال الطحين اللي محمر، كنحمروه شويه. هاد الكاس كيزيدنا واحد اللون، كيعطينا غير اللون، ماشي كيزيد شي حاجه، وكيزيدنا غير اللون من الداخل، ما كتبقاش بيضه وهي محمره من برا. واكيد الدقيق العادي، دقيق الفرص البيض عادي، ما محمر ما حتى شي حاجه. اول حاجه كنبداو كنخدموا الزبده مع سنيده مع الفاني. المهم كنخدموهم مزيان بحال الحلوه العاديه حتى كينسجموا لنا مزيان. بعد كنضيفوا الزيت. وبالنسبه للزبده، تقدروا تستعملوا حتى الزبده العبار. كل ما الزبده يعني تكون الكاليتي ديالها زوينه، راه كتزيد حتى هي المذاق. هنا راه ضفت واحد القريصه ديال الملح، وكما قلت لكم حتى كنخدم الزبده مع سنيده مزيان مع الباني وديك شويه ديال الملح، عاد كنضيف الزيت. المهم كنبقى كنخدم الزيت حتى كيدخل لي مع الزبده مزيان حتى هو. المهم كنحاولوا اننا نخدموها مزيان باش ديك الزبده كتطلق. هنا كنضيف ديك الكاس ديال الطحين اللي محمر. ها نتوما كما كتشوفوا راه اللون ديال المقادير تبدل، عطانا واحد اللون بحال كريمي. وهنايا ضفت زلافه ديال اللوز كما كتشوفوا. انا وريتكم هنا بلي راني مخليه شي قطع مهرمشين، والزنجبيل كذلك ما كنطحنوش مزيان، كنخلي فيه الحبيبات باينين، يعني واحد شويه نطحنوه وشويه نخليوه هكا كنلوحو باش كيعطينا ديك القرمشه ملي كنكونوا كنعطوا الحبات ديال الحلوه. صافي، هنا كما كتشوفوا راه خلطت العناصر ديال، المهم خلطت المكونات ديالي، وكنبدا نضيف بشويه بشويه وانا كنخدم. بالنسبه للدقيق، وما تنساوش الخمارات ضروريين حتى هما، كنخدمهم في الاول باش ما كيبقاولناش مفرقين، يجينا غير فشي بلاصه وحده. المهم هنايا بقيت كنخدم زعما العجينه ديالي. نتوما كما كتشوفوا العجينه راها كتبقى بحال كتفردت، ولكن ماشي مشكل. انا هنايا درتها في بلاستيكه وخليتها كترتاح واحد الساعه. من بعد كتزيد راه كتزيد تلق الزيت ديالها، وماشي مشكل الا كانت كتفردت، حيت هي داك القوام ديالها كيزيد يعطينا واحد الهشاشه، وكتفكع لنا البهله مزيان، يعني الغريبه ديالنا مزيان. صافي، هنا بديت كنكور كويرات كما كتشوفوا، ما كنخليوش مقببين، خصوصا الا ما كناش غنستعملوهم في اللاطه ديال البهله اللي كتخلي داك القوقعة من التحت. انا لاطه عاديه كنخليهم هابطين، ما كنخليهمش عاليين بومبي. وكندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان. ملي كندخل البهله ديالي كندخلها اكيد من التحت، العافيه كتغور من الفوق، كنقص العافيه مزيان، يعني كنخليها بحال العافيه بحال الشميعه، حتى تفقع على خطره وصافي. ديك الساعه كنطلع من الفوق تحمر. هنايا انا راها هربت لي شويه في التحمار، يعني بحال حمرت اكثر من القياس، ولكن ما اثرتش بزاف، يعني ماشي مشكل. نتوما تقدروا تخليوها ناقصه على التحميره هذه، ولكن في المذاق ولا في حتى في هكا في التشقاق راه جايه كلها مشققه وناجحه 100% بدون لاطه بلا حتى شي حاجه. المهم كنتمنى انه يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم ديروا لايك، تشاركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، ولا جربتوا الوصفه اكيد راه ما غاديش تندموا، راه ناجحه 100%. المهم انا كنوريكم البهله بلي راه مشققه كلها، وانتم الحبيبات ديال الجلجلان كيجيو باينين.